هلا سمعت الخبر من عسكر السكران؟ يا لهوي على اللي انا بسمعه ده، بس ما حدش عارف حاجه. هن متكتمين على الخبر مشان الفضايح. فينك يا زمرودة خانو؟ تسمعي اللي انا بسمعه؟ انت لا تحكي شي، فهمتي؟ ما بتعرفي خبايا الحكم داري، ممكن كذب وممكن يرجع. ايوه بس انت بتقولي ده هم اخدوه وهو متكلمش. سكران ماله عرفان شو عم يحكي. خبر النهارده بفلوس، بكره يبقى ببلاش. اسمع لك بنصر معي، انا هطلعك من هون، بس اقسم بشرفي اذا بتطلع منك كلمه واحده رح اشلعك نصين. فبت حط ولا حرف. اذا حدا سألك بتقول له نزل رباط. شو امرك؟ امرك ايه فتحي؟ شو صار لك يا بنات؟ تعوا تعوا الحقوا، شوفوا فتحي. فتحي لك الحقوا بنات. ودي على قاطي عليك. لك فتحي ما عارف فيك هيك. فتحي شو صاير فيك؟ هاتي هاتي ولي على قاطي ولي على قاطي. مين عمل فيك هيك؟ مين اللي عمل فيك كده يا فتحي؟ فتحي قط قط شوي 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 علي شوي على قاطي ولي على قاطي. هو في ايه هنا؟ اهلا حازم بيه. فتحي رجع وزي ما انت شايف حالته صعبه. يا فتحي في مين عمل فيك كده؟ اه بعرف. متأكد مش عارف؟ الزورباط. الزورباط الزورباط. الله يكسر ايديهم بجاه كل مين له جاه. يا رب. حنا اطلعي حضري الفلوس. فلوس ايه؟ ما انت عارف الخان لسه يعني يدوب. ماليش دعوة، انا عاوز نصيبي بتاع كل شهر. اطلعي حضريهم. فيكتوريا فارس عاوزك ضروري في الحكام دارية، وما تقوليش لحنا، مستنيني لغاية ما اجيلك.